من الناس، انا بسيب كل حاجه، بمسك اولادي الصغار بحطهم في حضني ليل النهار. اولادي دوبهم يقولوا يما معقول يدخلوا، يما معقول يجوا، بهدف اولادي، بس انا مين بده يهديني؟ احنا الرعب اكلنا اكل، اقسم بالله ما بننام ولا بنعرف ناكل ولا بنعرف نشرب. خفنا ارتعبنا، انا مش عارف اروح على الشغل باخذ اولادي معاي، ولما اجي من الشغل بجيب اولادي معاي. والله متوقعين ان احنا يعني ممكن نروح على سينا، بس احنا والله ما بدنا نطلع ولا بدنا نتلم، نضلنا في ارضينا هنا عايشين حياتنا، ترجع حياتنا زي قبل، نقدر ناكل، نقدر نشرب، نقدر ننام براحه، بس هذا اللي بدنا اياه. طبعا موضوع كبير انه طن الرفع، لانه قلق بلد مأويانا وحفظانا وناسها شايليننا على روسهم، واللي بيجعهم بيجعنا طبعا، واحنا بدناش كمان اخطر من هيك، لانه ظلت هي المنطقه الوحيده اللي مأويانا، وموضوعها مقلق جدا لو صار في اي حد. ايش انه طلوع ان شاء الله، يعني هي اخر موطن لنا، طلوع من رفح لو جززنا مش طالعين. واكثر من هيك مش عاملين، الا الله كاتبه بدنا نشوفه. عمليته العسكريه طبعا انا بنخاف منها، حسيت فيها شهداء، حسيت فيها جرحى. المستشفيات طبعا مش حيقدروا يساعدوا ولا ياخذوا، كارثيه حتصير، واحنا ما بنريد. هم قالوا لنا اليهود الجيش الاسرائيلي من شمال جبال، قالوا لنا توجهوا لرفح، منطقة هامة، واحنا جينا هان، احنا جينا هان زحف، لا بواعي ولا بشيء، وجينا هان، احنا ما بنريد انهم يخشوا رفح، اذا بدهم يخشوا رفح يخشوا رفح، رجعونا على الشمال، ما يبغوا ينقلونا كل منطقة، احنا ما بنريد نشوفها بالشيء، ومجازر، واحنا ما بنريد تتكرر اللي صار بالشمال يتكرر معنا برفح، احنا طبعا حنروح نضلنا هان، ويخش رفح يخش رفح، ما احنا نتنكل لا. بدهم ينكلونا، ايوه نكلونا على الشمال نرجع لديورنا. هذا اللي احنا بدنا اياه. ما يخش على رفح بده يخش على سهل، هينا قاعدين. بدهم يكتلونا يكتلونا، هينا قاعدين.